اختي والله ما القلب، وكنتمنى اي واحد هنا ما يوقفش على الحلم ديالو، خدم 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 وحال يمر الله. السلام عليكم اخوتي اخواتي، النهار اجمل من الرائع. النهار ان شاء الله غيكون عندنا اكبر ميت اب حتى الان، لانه في قاعه كبيره كبيره بزاف، ولا خوكم ما عارف شنو غيوقع، ما عارف شنو كاين، ما عارف. المهم غاتعيشوا مع خوكم هاد النهار. مشينا للحمام الحمد لله، حاول خوكم يرتاح وداك الشيء باش نخدم ميت اب على الف خير والف خير. هاد اليوم ان شاء الله غيكون تاريخي تاريخي في الفلوج ديالنا ان شاء الله. احنا قد اتينا الى هنا. كما كتشوفوا اخوتي اخواتاتي كنديروا التيستين، تيبقى لينا شويه وان شاء الله نبداو هذا الميت اب في القنيطره. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كاين صاحبي الفكره، هذه الفكره كنا درت واحد التغيير، غادي نمشي كل مدينه غادي نحاول نزور ديك المآثر التاريخيه فيها وديك الاشياء الجميله والاشياء الرائعه اللي تحفزك انك تشوفها، ماشي ديك الاشياء السلبيه اللي كنشوفوها حنا في اليوتيوب. وكل مدينه مشيت لها نجمع العائله، الناس اللي كيتفرجوا فيها تشوفهم في الواقع بحال دابا الحمد لله. كنشوف ديما كدوي على الانرجي بوزيتيف الموتيفاسيون نوضو نديرو نحققو. وواحد السؤال موجه ليك انت ولا الكوتش كريم. هي ما يمكنش تكون بوزيتيف، انت بشر اكيد غيجي واحد النهار غير على ابسط الاشياء غادي تقلق. دابا حيت الناس كيشوفوا الفيديو ديالي ديما الحمد لله العالميه، ولكن راه في ديك 10 دقائق راه كنعيش 24 ساعه. مرحبا بكم اليوم، وانا فرحان شفت فيا بزاف حيت ما خيبتوش الطن ديال خونا ايوب، وعطيته واحد الدافع وفرصه كبيره باش يبين على انه عنده عائله كبيره. خونا ايوب جد المتتبعين ديالك، وكنعيح واحد ايجابي في الحياه ديالي. تبع الفيديوهات ديالك فيديو كنعرف كنعرف طريقه التفكير ديالك. بغيت نسولك واحد السؤال، كنعرفوا ان المغرب اليوتيوب ما كتقدرش توصل تفكير لشي حاجه بعيده، يعني ما تقدرش تربح منه فلوس بزاف. بغيت نسولك شنو هما الصعوبات اللي كتلقاهم وانت كتنظم هكا لبيتك وهكا كدير فيديو؟ واخا شكرا. بالنسبه ما عرفتش انا علاش عندي الزهر، والله ما نكذب عليكم، في كل مدينه كنمشي ليها كيسالك لي الله سبحانه وتعالى شي شخص يقول لي اجي معايا كيمشي. الحمد لله يا الحمد لله يسر ديالي كامل، والله الحمد لله يسر. سولك من التجربه ديالك، حنا كنعرفوا قالك حرقتي واحد التجربه فاشله وقدرتي تحققوا واحد الحاجه في حياتك، بغيت نقول لك شنو هي النصيحه اللي تقول للشباب باش يحققوا الاهداف ديالهم في حياتك؟ اهم شيء وهي القرايه، القرايه ماشي القرايه ديال القسم والمدرسه، هذيك مهمه، ولكن اهم شيء هو تقرا كتوبه. حيت انا ما تغيرت حياتي تقريت، جلست واحد العام كنقرا في كتوبه، تما انا واخا ما كنتش عارف اش كندير، ولكن راه كتنمي بزاف افكار. بحال دابا انا كندوي دابا عادي وكنضحكوا وكننشطوا، راه قريتها في كتاب ديجا قريتها، وكنت كنقول شي نهار الله اعلم. حيت ملي كتقرا الكتوبه كتقرا تجارب ديال ناس اخرين بحال هادشي اللي كندير انا دابا، وذوك التجارب كتشوفهم كيفاش دازوا، شنو المشاكل اللي وقعوا فيها، شنو داروا، تما كتستافد. تفقوا بزاف بزاف يا طريق شو محمد بولا ايوب. شوف واحد قاعدين تشوفوا معايا راه احسن لقاء عندي في الجوله هذه هو هي قنيطره ثلاجه. السلام عليكم، كنت عارفو كريم ولكن بغينا دابا انا بغيت نشوفو كيعرف التجربه ديالو سيطا من بعد ان شاء الله. كما كتعرفو كريم تبارك الله راه كوتش قنيطري وتبارك الله معروف في المغرب، واي سؤال اللي يكون شخصي حاول تسول السؤال اللي غتستافد منه انت. مثلا اللي قلتي لي شحال في عمرك ما تسافدش، وفين قلتي لي شي حاجه اللي انت عندك فيها مشكل ممكن يعطيك شي حاجه اللي غتستافد منها. اول حاجه كنشكرو ايوب اللي جا من شفشاون باش جمع الناس كاملين في قنيطره. تفاعلي عندك.
واللي عجبني فيه في لي فلوغ ديالو هو اللي هادشي اللي جابكم اليوم هو داكشي اللي عجبني فيه انايا هو هذيك لا سبونتانيتي وهذه بغيت نخرج منها واحد اللعيبه اللي كتنفع بزاف ديال لي جون اللي تيجيو عندي اون كونسلطاسيون انديفيديوال و تيكونوا تيميد حشوميين شتي ملي كتخاف تتخاف تضحك ويضحكوا عليك تتخاف تبان على تبان كيما انت ويقولوا عليك برافو واش يقولوا عليك ها فوالا هذيك ما تيتسوقش خصك تعلمها زعما ماشي عاديه ولكن فاش ما تتسوقش تقول غندير اللي بغيت تلقى التخير ربما الناس يضحكوا عليك ولكن فاش شفتو هو ما نسوقش واش ضحكتوا عليه واش عجبكم ضحكوا عليه دونك كل واحد فينا الا تعامل كما هو راه يعجب الناس لان علاش انت عزيز على صحابك وما عزيزش على الناس اللي ما تعرفوكش حيت صحابك تعرفوا لا فغي بيرسوناليتي ديالك داكشي علاش انت عزيز عليهم دونك هذاك الشيء اللي فيه كما هو الا خرج غادي يعجب الناس شكرا صفقوا لعيشه بزاف اللي ما يعرفوش شنو ديجا اول حاجه بس بما بين هشام هذا كنت كنتعلم عنده اوغنايت قلت بغيت نشكر بعد اول حاجه نشكر ايوب علاش غادي نشكره لان دار واحد الفور جاجما انا قنيطري وهو خارج قنيطره وجا جابني هنايا شفت في هذا الايام السلام عليكم يعني ملي كتكون دير فيديو عندك واحد الناس كيتفرجوا فيك راه تما انت كتقدر تجيك ساهله ولكن تخيل معايا فيديو كيجي مثلا 400,000 400,000 الا بغيتي دير راه خاصك ماشي تيران راه تيران ما يقدرش 400,000 واحد يعني تبارك الله شي حاجه كبيره الفكره شنو هي انك من يوتيوب ما كتربحش بيوتيوب كتربح من وراء يوتيوب يعني الناس ما كتتصل بك شي شركه راه كتقول لك مثلا اجي خدم عندي ولا هاك تهضر على هذا المنتج ولا اجي دير هذا الاشهار ولا دير شي حاجه تما راه ماشي يوتيوب اللي خلصك تما راك يوتيوب عاونك باش تخلص من ديك الشركه هذه مؤخرا ما فهمتش واش غادي نوقع فيها كتدخل مثلا البروفيل ديال شي بنت كتدخل تصور البروفيل ديالها كتكليكي كتقول مزيان كتدوز تصويره اخرى مزيان عاد النيفو مرتبين فهمتي التصويره الثالثه شي مزيان التصويره الرابعه بالحساب كتلقى فيها ان لله وانا اليه راجعون ودابا غيجي نبيل تفاجا ديال نبيل درتو شويه بون وصلت واحد شويه ديال لي زابوني و باقي نوصل واحد القدر من لي زابوني واخا دابا راه كنوجد في بودكاست ولكن الحمد لله خوتي الحمد لله في داز اللقاء هنا في قنيطره جميل ورائع والله شتي ما قلت لهم اخوتي شي حاجه مستحيله يعني الا بغيتي دير شي حاجه في حياتك ولا بغيتي توصل اي حاجه هذه كانت فكره عند خوكم شو هو دابا قدام هذا المجمع الجميل وهي ابتسم لا ما شاء الله يا ما شاء الله شكرا لكم اخوتي والله من القلب وكنتمنى اي واحد هنا ما يوقفش على الحلم ديالو خدم 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 وحاول يبني الله Thank you.
راسك كدير داكشي اللي بغيتي. داكشي اللي درت انا من جبت ديبلوم وقلت لهم ها هو سميتو مشي درت داكشي اللي بغيتي والحمد لله. الحمد لله الحمد لله عليا جا الدور ديالنا هو اننا جينا حنا بارطاجينا فيكو هو يدير واحد كونسيبت زوين وغادي عاوتاني كتزيد في لي كاليتي ديالو هو انه بلاص ما يهضر غير بوحديتو تيجيب ناس من نفس المدينه باش يلاقي الناس مع الناس. حنايا هضرنا على التجارب ديالنا خمسة ولا ستة ديال الناس على اساس ان الناس اللي ما كيعرفونا شي يعرفونا وكنتعرفوا بيناتنا وصافي. دونك سان بارطاج ديكسبيريونس الهدف منه هو ان تقدر شي كلمه ولا شي فكره ولا شي تجربه ديال شي واحد فينا تنفع شي واحد. هاد ليفيمون منجحش غير هكاك وكينجح بالدعم ديال خويا مروان. ولا لا واش خويا مروان بخير؟ والله مسكين هو اللي دار كلشي، صوبنا القاعه وصوبنا كلشي. الله يحفظك احبيبي شكرا. الله يحفظك راه مرحبا بك. الله يحفظك احبيبي. الله يحفظك احبيبي. والله الحمد لله الحمد لله هاد اللقاء والله ما نجحش هكاك نجح به الشباب. حاجه باش نقول شكرا بدل هاد الناس بعدا هادو اللي شاركوا معنا وعاونونا. مرحبا الله. الحاجه اللي بغيت نقول الحاجه الثانيه نشكر ايوب انه جمعنا ودرنا هاد كان سبب في هاد الاجتماع. والحاجه الثالثه تنقول لكم ما عرفتش علاش الشباب اللي كتشوف فيهم هما اللي ضيفوني في الدار الحمد لله وهما اللي جابوا القاعه وهما اللي كانوا السبب الرئيسي حيت كنت واخا انا سبب ولكن نتوما السبب الحقيقي لانكم ما كانتش القاعه لان ما تكونش الحمد لله. لا 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 مروان اكيد مروان شكرا بزاف وان شاء الله تعاود. واه عرفتي دابا لقيتونا جينا الحمد لله القهوة هنايا مع اليوتيوبرز ديالنا. تصور اليوتيوبرز الدراري اللي كيخدموا في الويب واي واحد هنا في يعني اي واحد في قنيطرة وحاولنا نجمعهم والحمد لله. تصوروا معايا انك تجمع هاد الناس والله الا كنكون فرحان بزاف حيت كنشوف كنقول هذا هو الهدف ديال خوكم الحقيقي. تصور دابا كل مدينة يطرى فيها بحال هكا دابا مجموعين هنا جميع الدراري اللي كيخدموا في الانترنت اللي كيربحوا اللي كيخدم اللي مشهورين في الانترنت يعني اي واحد يدير شي حاجه. السلام عليكم هاد السيد هذا تبارك الله عليه. الله يحفظك احمد. تهلاو فيه تهلاو فيه. الله يحفظك شكرا بزاف. كراتش انا في كل مدينه ماشي هنايا في كل مدينه مشيت يوقع بحال هكا شو تبارك الله الشباب شوف باش ما نبرزطهمش خليهم يدويو ولكن نوريهم لك. السؤال مزيان هو شكرك صار عليك مستجير يعني انت ملي قلت لي قلت لك شنو شي سفيري كيعرفوا عمر شكون اللي ما كيعرفوش الجيتار والالحان ولا اي حاجه ما كرهتش دير لي شي لعيبه تبان في الفلوج اكيد ها شنو ندير شنو نغني شنو اي حاجه المهم شي حاجه اللي يشوفها العائله شي يوم. يا قلبي انا ما ديريش عليا هرايا نزعف نولي وهي قلبي انا ما تكونيش حقديه هرايا نزعف نولي هي قلبي هي قلبي هي قلبي هرايا نزعف نولي هرايا رن زعف غما وتفوت والهضرة حتى الموت سويا يا لامك انا ما ديريش عليا هرايا نزعف نولي يا قلبي انا ما تكونيش حقدية. واو هاي قدت لينا الاخت شكرا زدتكم اسلحه شكرا جزيلا. المشعل الله يجزيك بخير. شكرا نبلي شي شيء حلوه تحولات جميل سنا حلوه يا جميل سنا حلوه يا تقطعت السينية بيت الجليل. انا ندير تقطع خليها هو كان سبب في هذا اللقاء وسبب في هذا الجمع يعني كنحمد الله وكنشكروا على هذه النعمه واش منها يا نعمه. شكرا نازل قنيطره شكرا الناس اللي جاوا شكرا الناس اللي جاوا والله فرحتوني بزاف. شكرا لجميع الدراري الشباب القنيطريين اللي كيخدموا غير يوصلهم الشباب اللي كيكافح وكيخدم باش يطور حياته باش يغير حياته والله شكرا بزاف. شكرا لكم نتوما خوتي اللي كتشاهدوني دائما ويوميا وكتحاولوا وانتم السبب في كل شيء والله كل ما كنتوش نتوما ما كان غيكون هادشي.
هادشي علاش بغيتكم تدعموا خوكم اكثر واكثر باش نوصلوا شي حوايج. راه والله راه نقدروا نوصلوا شي حوايج اللي ما كيتخيلهاش الانسان. وكما كان هذا الجمع ان شاء الله في مدينه القنيطره وتجمعوا دراري تبارك الله كيخدموا في الانترنت والدراري كيستعملوا الانترنت بطريقه ايجابيه ان شاء الله في المدن الجايه ان شاء الله. هادشي علاش اخوتي بغيتكم بليز دخلوا لتحت, دخلوا هبطوا لتحت في الديسكريبشن ودخلوا ودخلوا المجموعات حسب المدينه ديالكم ولا على حساب المدينه القريبه ليكم باش نعاون نحاول نتواصل معكم اكثر واكثر ونتلاقاو ان شاء الله ونحيو ميت اب جداد في مدن جديده. يلا خوتي شنقول لكم تشاو وغدا سيكونوا اجمل اجمل اللعبة السحرية نقربوا نشوفوها. اش معايير اييه كتعني نقول انا شفتها صافي عطيني اخشيها الوسط ما شفتهاش انا ياك ما نضمنش الكارطة ما كاينش لتحت ياك ما كاينش الفوق لا عند لعب بحال هكا اطلع واحد الكارطة الفوق لي واش هي ديالك ماشي هادي لا ماشي عند لعب بحال هكا واخا ماشي هادي عند لعب بحال هكا او هادي واعره هادي واعره لا كاين والله عندك شي شير فيهم شي لعيبه عندي انستغرام عندهم يلاه كاين انستغرام ديالي مريم اس بي اس بي يلاه برافو عليك برافو عليك شكرا.